يعني زعماء الدول الأربع الكبرى، الدول الغربية، زعيم الولايات المتحدة إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا. المسألة ليست لإقناع إسرائيل بتهدئة الحرب، بل أن هناك قناعة لدى أولئك الزعماء الأربعة بأحقية استمرار العمليات، وأن ما ينادون به من التهدئة هو مجرد مسألة مسرحية لا أكثر. هو بالفعل أستاذ محمد، هذه الدعوات الأربعة وإن في ظاهرها أنها مع وقف الحرب وإدخال المساعدات، إلا أنها بتعكس حقيقة في باطنها تبني كامل للرؤية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية. كما أرادت أمريكا من قبل السلام في الشرق الأوسط ولكن على الطريقة الإسرائيلية، أيضا هي تريد وقف الحرب ولكن وفقا للرؤية الإسرائيلية. إسرائيل الآن تعتقد أنها الطرف المنتصر وبالتالي الذي يمكن أن يملي شروطه. الدول الأربعة هي تتجاهل الحقيقة، هي تعتقد أن إزاحة أو اختفاء السنوار أو غيره من الأشخاص سيمهد الطريق أمام الوصول إلى صفقة وقف إطلاق النار، بينما لا تتجاهل أن العقبة الأساسية هي تظل في بنيامين نتنياهو. المشكلة الآن ليست وقف الحرب، الحرب عمليا لم تعد بنفس الوتيرة السابقة خلال عام. إسرائيل الآن دمرت متواجدة في معظم قطاع غزة، العمليات الرئيسية يعني تقريبا توقفت، ما يحدث هو عمليات في بعض الأماكن في جباليا في خان يونس في غيرها، لكن الحقيقة الأخطر هي ما بعد الحرب، هي مستقبل قطاع غزة أو اليوم التالي. الجانب الأمريكي طرح خطة والرئيس بايدن طرح خطة في 31 مايو الماضي تقوم على ثلاث مراحل، هدنة ثلاثة ستة أسابيع، ثم في المرحلة الثانية وهو الأهم انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة. ما يريد نتنياهو لا يريد الانسحاب من قطاع غزة، هو يريد الاحتلال، هو يريد فقط صفقة جزئية، مجرد صفقة من منطلق المنتصر أن يوقف الحرب الهدنة، ثم تقوم الفصائل بإطلاق سراح الرهان والمحتجزين. لكن نتنياهو لديه رؤية وواضح في استمرار الاحتلال في إدارة قطاع غزة، وهذا بالطبع مرفوض فلسطينيا وعربيا، وهذا ما تتجاهله الجانب الغربي والجانب الأمريكي، لا يتحدثون عن إنهاء الاحتلال أو أن تكون غزة جزءا من حل سياسي شامل لدولة فلسطينية، ولكن فقط يتكلمون عن هذه فرصة لوقف الحرب لأهداف سياسية، سواء لبايدن لاعتبارات انتخابية لكسب أصوات العرب والمسلمين وتحقيق نصر سياسي قبل الانتخابات يدعم كمال هاريس، أو حتى الدول الغربية التي يعني تحاول أن تستوعب ضغوط الرأي العام الشديدة الرافضة لاستمرار جرائم القتل الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية، وبالتالي لن تترجم هذه الدعوات إلى خطوات على أرض الواقع لأنها ستصطدم بالرؤية الإسرائيلية ورفض نتنياهو الذي أكد أن الحرب مستمرة. والغرب هو لا يريد، هو يستطيع ولكنه لا يريد أن يفرض على نتنياهو وقف الحرب أو شكل مسار سياسي ينهي هذه الأزمة، والحل الأساسي هو إنهاء الاحتلال.